وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ شاطكم وبالف خير. رجعتكم انشوشكم مقطع جديد. قلت مقطع الشباب لازم اعملكم صلوا على النبي، بعدين لازم اعملنا من خطوات زر الاشتراك لك المقطع وفعل الجرس. كمان لا تنسوا تستخدموا كود ياتوب شوف شيش الظاهر امامكم. هنبلش على طول. مطلوب من هذا التحدي يا شباب، راح يكون هذا التحدي عليه ازمه كثير بشكل مش طبيعي، متاكد انا، اللي هو بحكي لك فتح الصناديق او صناديق الذخيره في مناطق الجاذبيه المنخفضه. كل عليك انك تنزل على منطقة هولي هوجز او اللي هي شجرة هولي او مفقس هولي صار اسمها، وتروح تفتح فيها صندوق ذخيرة او صناديق عادية. عليك انك تقوم بفتح 3 صناديق كان نفس الجيم او اكثر من جيم، كان من صناديق الذخيرة زي ما حكينا او صناديق اللي هي صناديق العادية الذهبية. وزي ما حكيت كل عليك تيجي على مفقس هولي، تروح بس على مناطق فيها جاذبية، مش كل يعني زي كيف انا هسه بهاي المنطقه اللي انا فيها، بس اللي هيك المناطق، اما المناطق العاديه ما راح نحسب لك هذا التحدي. بس يا شباب هذا كان عندنا تحدي لليوم، كل انك تكون بجمع 3 صناديق كان زي حكيت لك نفس الجيم او اكثر من جيم منطقه مفقس هولي او مناطق الاقل جاذبيه. هيك بكون خلص عندنا مقطع اليوم، ولازم اعمل خطوات زر الاشتراك لك المقطع وفعل الجرس. اشوفكم فيديو مقطع جديد، مع السلامه، بيس.